جاي ان شاء الله، بس نعدي الاول ماتش السودان. ايوه، ما ماتش السودان اللي جاي. ما انا بقول اللي هو ده اللي نعديه، اصل في اللي جاي بعد كده. لا السودان. خلينا في الاول السودان. واحده واحده للسودان. واحده واحده. احنا بس اهم حاجه، انا من وجهه نظري برضو وانا مستقري ده من كلامكم، انه لاعبتنا تلعب بروح اعلى من كده. هتلاقي الناس كلها مبسوطه على فكره. والله والله اللعيبه لو ادت اكتر، حتى لو في تعليمات للمدير الفني، ما هو المدير الفني مش هيقول لك العب اداء واجب. هو المدير الفني حتى لما بيحط لاعب في مركز معين ما بيقولوش ادي الاداء الاقل. يعني لازم يبقى انا عندي كلاعب منتخب مصر الرغبه في اني، احنا شفنا اهو غينيا الاستوائيه، الراجل المعلق كان بيتنطط، المعلق بتاعهم في لقطه كده، الهدف بيكون بعد الهدف، لانه فعلا العيال مش محدش سابنا. انت كسبت الجزائر، بطل افريقيا، انت عارف العرب لو حضرتك شفت الفرص الضايعه من الجزائر. لا الجزائر تكسب سته، تكسب 6-1. وحتى الديفنس بتاع غينيا الاستوائيه بيشتت كور بالحظ، والله بتطلع بره كده وبتطلع بره كده، لكن يعني الكره ما راحوش غير بالكره اللي اتلعبت دي على فكره. هم ماشي، الكره ماتش كورتين، هي الكره يعني فيها كل حاجه. وفي سوء حظ وفي باد لك والكلام اللي احنا بنقوله ده كله، بس هي الفكره ان احنا نأدي مباراتنا ان شاء الله قدام السودان باذن الله بشكل كويس، وناخد العبره من ان في مظبوط فرق كبيره بتخسر. يعني عايز اقوله لازم نأدي بقوه روح زي اللي بيعملوه بتوع غينيا، خد منهم زي اللي بيعملوه بتاع سيراليون. أيوة. مع كوت ديفوار ده ماتش يقول زي ما انت عايز فيه، يعني ما تلعبش على الاصرار اللي فيه. انت عارف لو دخلت بمناسبه كلام حضراتكم، صح كلامكم مظبوط، لانه لو دخلت على التعليقات لاخواتنا الجزائريين وهو بيتكلموا عن منتخب الجزائر، احنا فخورين بيكم، احنا مبسوطين بيكم، بس عايزينكم تكسبوا الماتش الجاي. فده معناه ان الروح اللي هم شايفينها مش زي 2019 ومش زي كاس العرب، ولكن عندهم روح برضه. وما يبقاش عندنا من النهارده، وده بالنسبه لك ما يبقاش حاجة عندنا من النهارده يا كابتن اسلام. احنا كل كلامنا كنا خايفين ايه؟ نقابل الجزائر. طب خلاص كناش رحنا احسن. لا انا بقول لك حاجه غريبه جدا، شايف الياس وصل لايه؟ ان انت بتقول انا مش عايز العب، لا والنبي انا مش هلعب مع نيجيريا احسن هتغلبني، مش عايز العب مع الجزائر احسن تغلبني، لا مع تونس. طب ما الناس دي كلها بتلعب ايه؟ والفرق اللي قدامها رغم ان هي اقل في المستوى كتير، انما بتجبر هذه الفرق على انها تأدي بشكل كويس. فانت لابد ان انت تلعب وانت عندك هدف، ماليش دعوه العب مع مين. مش فتوانه بس هي دي الحقيقه، يعني الكوره فيها كل حاجه خلال 90 دقيقه. فاحنا عارف منتخب سيراليون ده اللي حضراتكم بتتكلموا عنه بفخر وبعزه، طبعا ركب مواصلتين عشان يوصل الكاميرا. ده بيقولوا ركبوا قوارب وحاجات فلوكه وبعد كده طياره. شفت شفت ربنا كفاهم ازاي؟ بجد والله على فكره مش بهزر، عشان الناس بس ما تفتكرش، عشان الناس ما تفتكرش انا بهزر، انا بتكلم بجد، ده مثبت. يعني اقروا كده اكتبوا